ورحمه الله وبركاته. قبل ما نبدا الفيديو نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. ما تنسوش الاشتراك في القناه ولايك للفيديو وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وشكرا على الكومنتات الحلوه اللي انتم بتبعتوها لي، وربنا يخليكم ليا وتشجعوني وتحفزوني اكتر عشان ننزل كل الحاجات الجديده اللي عندنا ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله النهارده هنعمل وصفه للشعر واللي بتعالج صلع المنطقه الاماميه من الراس، وان شاء الله باذن الله دي وصفه هنديه ومتجربه. دي بتعالج الفراغات اللي في الشعر وبتطوله طول غير طبيعي، وكمان بترجع للشعر لونه وبتعالج شيب الشعر. وان شاء الله باذن الله تجربوها وهتعجبكم خالص ان شاء الله. البطل بتاعنا هو الرز، وناس كتير استعملته في وصفات للبشره وللشعر، وان شاء الله باذن الله الوصفه بتاعتنا دي وصفه جميله وموجوده في كل بيت ومن مطبخنا، ومش هنجيبوا حاجه من بره. ولما تجربوها ان شاء الله هتعرفوا ان هي هتجيب معاكم نتيجه من اول اسبوع استعمال ان شاء الله باذن الله. اول حاجه هننقع معلقتين رز، اي نوع رز عندكم في البيت ننقع منه معلقتين من بالليل لحد الصبح. وانا نقعت معلقتين اهو عشان اوريكم اهي اهم، ولونهم لون الميه اتغير اهو. احنا مش عاوزين الرز، احنا عاوزين الميه اللي تنقع فيها ايه الرز ده. وهروح اصفيها وارجع لكم اوريكم نعمل ايه. نقعتها اهي حبايبي وجبتها اوريها لكم اهو، زي ما انتم شايفين الميه اهي. هناخدها، هناخد الميه دي اللي نقعنا فيها الرز، وهنحط عليها كمان ورق البصل. ورق البصل انتوا عارفين البصل كله فوائد للشعر، وكمان القشر مفيد جدا للشعر، وان شاء الله باذن الله هوريكم هنعمل فيه ايه. كمان هنستعمل معاه معلقتين روزماري اهو، وانتوا عارفين فوائده للشعر وخدناها قبل كده، مع حاجه جديده اللي هي ورق اللوري او ورق الغار، هنستعمله المره دي كمان للشعر، وهو مفيد جدا للشعر وبيغذي الشعر وهتمنع التساقط نهائيا. لو اي حد شعره بيتساقط مش هيتساقط تاني ان شاء الله باذن الله، بس مع استعمال الوصفه باستمرار ومع استعمالها صح، وان شاء الله هتجيب نتيجه من اول اسبوع استعمال ان شاء الله باذن الله. هنحطه كل المكونات دي في ميه الرز اللي احنا صفيناها دي، وهنغليهم على النار، وهرجع يعني احنا هنحطه المكونات دي كلها على الميه دي وهنغليهم على النار، بس نغطي واحنا بنغليهم لازم نغطي علشان الزيوت الطياره اللي في المكونات ما تطلعش بره وترجع تتكثف وتنزل في الوصفه بتاعتنا. وهغليهم وارجع اوريكم بعد ما نغليهم يا حبايبي ان شاء الله. وصفيتها اهي يا حبايبي بعد ما غليتهم وصفيتهم، حطيتهم في بخاخ اهي زي ما انتم شايفين لونهم كده. يعني احنا غلينا ميه الرز فيها ورق البصل والروزماري وورق اللوري، وبعد كده صفيناهم وخدنا اللي طلع منهم بعد ما غليناهم حطيناهم في بخاخ. هتستعمليها على شعرك، وده ما فيهاش اي حاجه لو قعدتي بيه على يعني على طول، يعني لو حطيتيه في شعرك بس على شعر نظيف ما فيهوش زيوت ولا فيه اي حاجه، هتحطيها على شعرك وتدلكي فروه شعرك كويس وتحطي على الشعر كله. ده بيعالج تساقط الشعر وبيطوله بطريقه رهيبه، وان شاء الله باذن الله هتجربوها وهتعجبكم ان شاء الله، وهتبعتولي تقولولي ايه رايكم في الكومنتات. الوصفه دي بتعالج مقدمه الراس اللي هي فيها فراغات، وفي ناس كتير بتعاني منها وبيروحوا للدكاتره علشان يعملوا بتاع ده زرع شعر. الوصفه دي بتاعتنا بتعالجه وبتخليه ينبت من اول وجديد وبتطول شعرك بطريقه رهيبه. والطريقه ان شاء الله باذن الله تكون عجبتكم، وان شاء الله باذن الله يعني حبايبي تفرقوا شعركم كده تقسموه على قسمين، وبعد كده تدلكي فروه تحطي من بالبخاخ وتدلكي بفروه شعرك كويس جدا، وتسيبيه على شعرك ممكن من بالليل لحد الصبح وتغسليه بالشامبو، او عاوزه تسيبيه على طول وتحطي تاني من الوصفه دي ممكن، ما فيش اي حاجه.
وهيطول لك شعرك بطريقة رهيبة. وده حبايبي الوصفة دي وصفة متجربة قبل كده، وصفة هندية بتقوي الشعر وبتعالج شيب الشعر وبترجع لك لونه الأصلي وبتمنع جفافه، وكمان يعني بتشيل شيب الشعر لو فيه، بس مع الاستمرار في الوصفة.